اسمي محمد حسن، السن 29. 500 ألف دولار بالنسبة لنا إن شاء الله أكيد هفتح شركة إنتاج، لأن صعب إن أي حد في مصر ينتج دلوقتي لأي فنان. أكيد متوتر شوية، بس ده مش هيمنع إن أنا إن شاء الله أكون هعدي المرحلة اللي أنا فيها دي. صوته حلو جدا ومظبوط. هعرض عليكم مبلغ من المال. انتهى الوقت. احنا انبسطنا انك شاركتنا بالبرنامج وتمتعنا باغانيك. لو حابين ترجعوا تشوفوني بالنهايات اكيد محتاج دعمكم ليا جدا، بتمنى تصوتوا. سندى السكلي، 29 سنه، من تونس. ال 500 الف دولار هذه ممكن تبدل لي حياتي، ممكن نشتري بيت اللي نحلم به انا وزوجي. وانا نغني باش نفكر في كل شيء، في مستقبلي، في عيلتي وفي حياتي كلها. قال لي كلام الصراحه حلو ده واخري، ما كنت سمعت بحالاتها هي يا زينه. واذا ما غنيتش بالكدا وخرجت من البروجرام من غير فلوس ممكن تجيني خيبه امل. 5 4 3 2. كان عجبكم صوتي واقتنعتوا بيا صوتوا لي. شكرا. اسمي ساندري ملحم، عمري 22 سنه، انا معالجه نطق. هدول ال 500 الف دولار رح يساعدوني لحقق طموحي لحتى افتح مركز معالجه نطق. خايفه شوي بس ثقتي بحالي كثير كبير. عينيهن ببعض ايديهن بردانين. وانا مستغربه انت ازاي ما تاخديش الفلوس. ساندري 43 صوت، دليل جديد على انك صاحبه موهبه كبيره. إذا حابين ترجعوا تشوفونا بالنهائيات أنا بحاجة لصوتكم. لإعادة المشترك المفضل لديك إلى المسابقة، أرسل رقمه عبر رسالة SMS أو اتصل على أحد الأرقام الدولية